اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه هي اجواء استاد جاسم بن حمد هنا في العاصمة القطرية الدوحة. اجواء كبيرة جدا، متميزة جدا. شافي هرنانديز الماتادور الاسباني ضد روي فيتوريا المدرب البرتغالي للفريق النصراوي. اجواء كبيرة متميزة جدا. حراسة المرمى الكونغولو براد جونز على اليمين، سلطان الغنام على اليسار، ومع حمد الكرة خطيرة. حمد الله يمشي للاندية عام 2000 في البرازيل ضد كورينتيانس والريال. هنا كرة في تسلل على السريع والقطار اكرم عفيف. القمة مولعة منذ البدايات، ما عنديش وقت لإلقاء واستعراض تشكيلة الفريق السداوي الكبير القطري. الكريم عبد الكريم الهوندا ينطلق ويتقدم ويعمل الكروس ودي الماتادور الإسباني جابي. وناول الكرات، خلينا تاريخي وجماهيريته والشعبي النصر. خطيرة جدا وركنية، الركنية لعب بالنار المدافع، ولكن بثبات مرة سلامات سلطان. يسار سيصبح في المركز السابع في أفضل أندية آسيا. وأنا أتكلم على براد جونز، خطيرة جدا، السد شكله باش يسجل، والحارس براد جونز ينطلق ويصد ويرد، والبداية ضاغطة، السد مولع بذكرى. كرة ممتازة وانطلاقة سريعة، والكرة من بغداد، بغداد يحاول عملية اعتراض. حكى ذكريات آسيا في 2011، خطف الدفاع، خطيرة ومش ممكن ما أهدره عيال الذئب. أهدره الفريق السداوي من الهيدوس. ماذا أهدرت يا حسن؟ في المقابل الفريق السداوي العاب في التاريخ لما وصل بكاس السوبر كأول الآسيويين المونديال. الخطير مرابط وعفيف، وما باش نحكي عليهم الاثنين. ينطلق الخطير علي وو يونغ والاحلى كره والاروع عن طريق النفاثه عفيف. سينتظر بطل اسيا في ربع نهائي مونديال قطر. كره الهجمه القطريه بمراوغه، بفنيات، بسرعه، بانطلاقات، بمحافظه من الدفاع. ماذا تفعل يا اوساوي؟ كيف ستصنعها يا بغداد؟ يا بونجاح يعوقه النجاح في هذه الكرة جديدة. الدفاع مرتبك للنصر والكرة أول انطلاقة خطيرة للنصر، هي للنصر خطيرة وفرصة كبيرة، والحارس سعد الشيب يمنع النصر. نادي العين في 2018 وصل الفاينل ضد الريال. ينطلق مرابي على شقيق النصر، لا تتنعكس الامور. الان النصر هو ضاغط، والمباراه ستكون على فتره. اكرم عفيف جاي على اليمين. هذا الكوري، شكله الكوري، يلعب الكوري، ماشي كوري، داخل فيها كوري، هو الجلادياتور نور الدين. يوسع كوره والدفاع موجود في الطريق لمهاجم السد. العرضيه من جديد وخطيره، والكره الله، ولكن فما رايا على بونجاح. يعني يجانبه النجاح في هذا الدوري لابطال اسيا. الخيبري المرابط، خطيره جوليانو، والحارس يتعملق. ماذا أهدرت يا جوليانو؟ شوف اللمسة، شوف الخيبري الخبير، شوف مرابط المخضرم يعطي. شوف الكرة، والكرة من هيدوس يرجع بالكرة، خطير العرضية على القائم الثاني. كرة بنجاح عفيف يا أكرم، وهيدوس النصر هو من بادر بالتهديف في مبارياته الراسية والكروية، والثورة تتعاطف مع النصراوية. والكرة أجوال، والهدف الأول 1-0 أكرم عفيف، 1-0 الجنرال عفيف، 1-0 بالراس، 1-0 من ارتباك لدفاع ومن اقتناص بالراس لقناص. أكرم عفيف في مكانه. روح الإصرار، روح الرجال. فماش فاول، فماش خطأ، فما لوب وما يلوبيش. هزم الروح غير عادية، والكرة ممتازة، وعبد الكريم حسن. تبادل المراكز، تغيير المراكز، النصر ما فهم شيء. هذا ظهير يسار يا شباب، طريق عفيف وبالراس مرة أخرى والثانية، وشوف وحده، والتسلل ومن كان
في الستة امتار بيدرو يا سادة والسكور واحد بلاش. والكرة تمشي عفيف عفيف الكرة الثابتة بالرأس بيدرو والكرة ترجع لفريق النصراوي واحدة واثنين خشينا الكرة ملعوبة وخطة للنصر خطة للنصر. لحد الآن صفيرة السريلانكي أنا قلت الحقيقة ليس استنقاص هذا نعرف وهذا وجه مألوف جدار أو في الجدار أو عند حارس المرمى شاط الكرة حمد الله جول 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 النصر. ماذا قلت لكم يا جماعة؟ قلت لكم انتظروا هذه من حمد الله عبد الرزاق يرزق بهدف ويصعد جماهير النصر هدف التعادل ترجع الكرة مرة أخرى أكرم عفيف كرة خطيرة على النصر متقدم وما زالت الأهداف ما زال الخير ما زال الخير من رائع. ماذا يفعل هذا المميز عفيف أكرم 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 يا أكرم مش ممكن مش ممكن. ماذا يصنع عفيف ماذا يصير يعاني الغنام يعاني امام الصاروخ ينطلق فما خطا برافو الحكم الاصرار الان نحاله نحاله بنجاح نحاله بنجاح وبغداد وماذا هناك يلعب السريلانكي يقول السريلانكي يلعب وبغداد في الاعاده تاكدوا معي بحث عن ضربه جزاء كان ممكن يمر هو صاحبه عفيف كان تقريب في الكرة الثابتة قد تصنع الفرق دفع. الكرة ترجع فيها تسلل فيها عبد الكريم فيها حسن امشي حسن ويدي عفيف تقريب عفيف كان راس راس بابا بابا قتالية كبيرة عفيف ممتاز السد هيدوس ملا عفيف وملا كورة وملا هساوي ملا عفيف نجم المباراة هذا لاعب الحقيقة تفيد منه الفريق السداوي هذه كورة ممتازة مباغتة بابا فكرتها جميلة فكرتها كانت جميلة من الهيدوس مباغتة شوف الهيدوس شوف الهيدوس عمل شو صنع جدا في اي بطولة اللاعب عفيف اللاعب رائع والتسديدة ولم تكن بالاروع الكرة براوت من عبد الكريم حسن وركن رقم خمسة يلعب الكرة ويونغ خطيرة والكرة ملعوبة كرة مباغتة كرة تباغت الجميع وفرصة أخرى للفريق السداوي الفريق القطري قاعد يوصل ويد يا أكرم عفيف يوزع دفاع يتصدى والكرة بخطأ آخر والتسديدة برشا أخطاء من النصر أنا أنبه أحذر أؤكد وخليكم معايا في الصورة تتفرجوا برشا أخطاء برشا عفيف يعملوا لي تغطية عفيف مزات الكرة والكرة خرجت ضربة مرمى ضربة مرمى للفريق النصراوي براد جونز الشوط الثاني أهدأ الفريق النصراوي هاجم ولكن بتوازن بينما النصر عليه أن يستثمر المساحات ويصمد في الدفاع ويغلق المساحات على الأطراف المدرب الزعيم ترجع الكرة يمشي بالكرة خطيرة التوزيع ترجع الكرة مرة أخرى يمشي مرة ثانية خطيرة هذه خطيرة هذه خطيرة والثاني العالمي هذه خطيرة يا هيدوس هذه خطيرة يا هيدوس 2-1 2-1 تستاهل البوس يا هيدوس 2-1 السد أيو قذيفة أيو شوطة أيو كورة يا حسن يا هيدوس وبغداد بغداد وينو بغداد بونشاح تلعب الكورة خطيرة بغداد الله الله على اللمسة الله الله على اللمسة وركب بينما هنا كرة عن طريق السريع السريع الهوندا يعطي كرة الهوندا يعطي كرة والكوازاكي ما خلتش عليها لم يلتحق وسجل الهيدوس شوف الباس من نام تايهي كرة تعانق الشباك كرة والأروع من أجمل أهداف البطولة الآسيوية هذا العام ملا خطأ ملا خطأ تشبيك يعوض عوض على الله يعوض يا نصر مش ممكن مرة سليمة عوضك على الله يا نصر لو جاء الثالث ماذا أهدر أبو نجاح؟ أبو نجاح مازال يعيش يجيب اثنين أخرين الثالث والرابع ثلاثة اثنين ما تاهلوش لذلك العب يا حمد هرب الهوندا هرب الهوندا هرب الهوندا باص الهوندا حطها حطها الكورة مشات بعيدة نام التاي اللي هي لا حطها بالنام لا سددها بالتاي المرابط مر المرابط وزع خطيرة حمد الله والهدف الثاني جوليانو 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 يا جوليانو يا جوليانو حلل فلوسك يا جوليانو كرة ممتازين بينما هنا كرة ممتازة هذه هي خطيرة خطيرة خل وحده حط الثاني ضيع الكرة هو حمد الله حمد الله هذا عفيف عفيف
والكرة من عفيف وملا تمرير وملا باس وملا بونجاح وملا براد بيت ملا براد بيت يا جونز في دوري ابطال اسيا. هذه هي خطيرة وضرب الجزاء وضرب الجزاء. قلت لكم لن تنتهي في الوقت الاضافي والزيادة. الكرة في خطأ السريلانكي يقول ضرب الجزاء. سنرى هل سنعود كذا يسجل السفاح بغداد بونجاح. امشالها الحارس العملاق براد جونز ولكن ركنها ركن حتى بديه ومشاتها بساقيه. بغداد بونجاح يسجل.